السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ترعرع عبد الهادي في احضان ام ترملت بعيد ولادته قبل 17 عاما. ظل يلزم والدته التي لزمت بيت عائلة زوجها في قرية لا تبعد كثيرا عن مركز ابن شيكر في اقليم الناظور. لا يعلم عبد الهادي عن والده سوى ما كانت تحكيه له أمه من حين لآخر، أو ما كان يسمعه من جده خلسة حين كان يتحدث عنه لجلسائه من الفلاحين. ما كان يقينا لديه أن والده توفي وغادر هذا العالم إلى دار البقاء. كان يعلم أنه اشتغل بالزراعة، كان يساعد أباه إذ كان الولد الوحيد للحاج عبد الله الكابو، وكان له 4 أخوات تزوجن. علم عبد الهادي أن والده هاجر إلى إسبانيا مع عدد من شبان الدوار. لم تدم طويلا هجرته، 3 أو 4 سنوات بعدها مات. حرص الجد على تعليم حفيده الذي سيحمل اسم العائلة. أرسله إلى كتاب الدوار كما أقرانه، ثم سجله في المدرسة. تابع الفتى دراسته حتى السنة 9 من التعليم الأساسي. كان يحصل على نتائج فوق المتوسط، ولما بدأت تكتمل شخصيته صارت تساوره أسئلة كثيرة حول سبب موت والده. كان يرى كثيرين من أترابه في الدوار فرحين بمقدم آبائهم من ديار المهجر. كان يراهم على متن سيارات تحمل ألواحا معدنية إسبانية أو هولندية أو فرنسية، وكثيرا ما كان يسمعهم يتحدثون عن الانتقال للعيش في المهجر إلى جانب آبائهم. كان خياله يمضي بعيدا، يراهم وقد عادوهم أيضا بسيارات فاخرة وبحافظات نقود مليئة باليورو. كان يراهم يتزوجون أجمل بنات الدوار ويقيمون أعراسا باذخة، وكان يقول في نفسه: آه لو أن أبي ظل حيا لكنت مثلهم وربما أحسن حالا. كان في جملة أصدقائه واحد هو الأقرب إليه، كان اسمه إسماعيل، وقد فاجأه ذات يوم بأن أباه مات مقتولا. كان في الطريق إلى المدرسة لما قال له ذلك توقف عبد الهادي. أقلت إن أبي مات مقتولا؟ نعم، ألا تعرف؟ صمت عبد الهادي وظل واقفا مكانه، ثم قال: لم يخبرني أحد، من قال لك أنت؟ هذا ليس سرا، فكثيرا ما سمعتهم في البيت يقولون إن ابن الحاج عبد الله مات مقتولا. هل تعرف من قتله؟ لا أعرف. بدأ إسماعيل وقد أدرك حجم الصدمة التي خلفها البوح بهذا السر إلى صاحبه فتحاشى المزيد. لا يدري عبد الهادي كيف أمضى ظهيرة ذلك اليوم، ولما عاد إلى البيت في المساء كان وجهه متجهما، كان في حالة غضب لم يعرفها من قبل. دخل غرفته، وضع حقيبته واستلقى على الفراش. لما افتقدته والدته جاءت إلى غرفته، كان مستلقيا على وجهه. نادته فلم يجب، لم تعهد منه ذلك. تقدمت نحوه: عبد الهادي، عبد الهادي، ما بك يا ولدي؟ لحظتها فقط استدار، كانت عيناه مخضلتين، كان يبكي، رعى منظره أمه. ما الذي يبكيك؟ من قتل أبي؟ ظلت تنظر إليه لم تنطق بكلمة. احتضنته كما لو كان صبيا، مسحت دموعه بكفها. أمي، من قتل أبي؟ أحس بها تشده أكثر إلى صدرها. أخرج رأسه من بين ذراعيها ونظر إلى وجهها، كانت تبكي. عاد وألصق وجهه بصدرها، لم يعاود طرح السؤال، هي لم تجبه ولا يتوقع أن تجيبه. دموعها أعادتها 17 عاما إلى الوراء، إلى تلك اللحظات التي حمل فيها نعشه إلى مقبرة القرية. لم يكن عبد الهادي ليجرؤ على سؤال جده، ولذلك مضى يتلمس حقيقة مقتل والده لدى أهل القرية. كان الناس شديدي التكتم،
وكان ما يحصل عليه من معلومات لا يشفي الغليل. قيل له إن الذي قتل والده اختفى من القرية منذ زمن بعيد ولم يسمع له خبر. ما كان يريده عبد الهادي هو اسم قاتل والده. بعد عدة أشهر علم أنه يدعى عبد الرحيم وأنه ابن تاجر في القرية يعرف بلقب عنانو. كان رجلا قصير القامة يلامس حدود القزمية، وكان معروفا بكثرة أولاده وامتلاكه أراضي فلاحية شاسعة. كان له وزن لا ينكر في القرية. علم عبد الهادي أن عبد الرحيم كان رفيق والده خلال سنوات الهجرة في ألميرية بإسبانيا، وأن خلافا نشب بينهما حول قطعة أرض تنافس على شرائها، وأن عبد الرحيم لم يتقبل أن يظفر بها حمادي ولد الكابو. مساء ذاك 19 من يوليوز من العام 96 900 وألف التقيا في مقهى الدوار. لم تكن الأجواء بينهما صافية، فقد كان عبد الرحيم يجد في نفسه حقدا تجاه صديقه وابن قريته حمادي. القطعة الأرضية التي ظفر بها واشتراها في الناظور تقع في مكان يتيح افتتاح مقهى أو إقامة مشروع مضمون الربح. هو الحسد. ذاك المساء عاد حمادي إلى منزله ووجع غريب يمزق أحشاءه. كانت حليمة زوجته الشابة في 18 من عمرها غضة لا تجربة لها، حاولت أن تخفف عنه ما يجده من ألم. أعدت له مشروبا من أعشاب مهدئة ولكنه لم يجد نفعا. راحت تطرق باب حماتها ولكن الرجل الشاب ما لبث أن فارق الحياة. تلك هي الرواية التي استطاع عبد الهادي أن يجمع أجزاءها من مصادر شتى. شاب في مثل عمره قد يغفل التمييز بين الشهادات الصادقة وتلك التي امتزج بها سعي البعض إلى دفعه لتنفيذ عملية انتقام تخدم مصالحهم. في المجتمعات المنغلقة كما هو الحال في القرية التي يسكنها، حسابات كثيرة أحيانا بلا سبب ظاهر تكون في انتظار تصفيتها. علم الجد الحاج عبد الله أن حفيده ينبش في ملف قديم ويحرك السكين في جرح لم يندمل على مدى أكثر من 17 عاما. نادى عليه ذات عصر. كان عبد الهادي لا يجرؤ على النظر في عيني جده، لا خوفا ولكن احتراما وتقديرا. قال الجد بنبرة لم تخل من حزم: أراك قد كبرت يا ولدي وبدأت تنبش في أشياء عملت طوال السنوات التي مضت على أن أجنبك الخوض فيها. كان عبد الهادي ينصت صامتا ساكنا. أضاف الجد: تريد أن تعرف حقيقة وفاة والدك؟ كان شابا لما رحل، لا أحد يعرف سر وفاته المفاجئة. قيل لنا إن عبد الرحيم ولد عنانو دس له سما أو شيئا من ذلك القبيل في كأس شاي تناوله في مقهى القرية، ولكننا لا نملك دليلا حاسما على ذلك. لقد هرب عبد الرحيم، لم تطأ قدماه القرية منذ ذلك العام. والأفضل لك أن تسلم بقضاء الله وقدره. لم يمت أبوك إلا لأن أجله كان قد حل. إذا كان قتل فإن الله سيحاسب من قتله وسيذيقه العذاب الذي يستحق. سكت الجد وقد اعترت كلماته الأخيرة بحة كشفت حزنا عميقا. نظر إليه عبد الهادي فإذا هو مطرق برأسه، بدا وكأنه يكفكف دموعا تغالبه. قبل رأسه وخرج. كان قد علم أن عبد الرحيم ولد عنانو عاد من إسبانيا قبل بضعة أعوام بعد أن أصابه مرض أعجزه عن العمل في حقول الزراعة المغطاة، وأنه استقر في بركان. الذين قالوا له ذلك أبلغوه أيضا بأن إخوان عبد الرحيم يذهبون لزيارته من حين لآخر. انقلبت حياة عبد الهادي رأسا على عقب. اندفاع المراهق صار ينمي لديه كل يوم رغبة جامحة في الانتقام. كان يرى أن عليه أن يقتل قاتل والده. لم يكن يعرفه، ولكنه استطاع أن يجد له وجها له ملامح في صورة قديمة جمعته بوالده في ألميرية. أكيد أن ملامحه تغيرت مع تقدمه في السن، ولكن الراجح أنه سيتعرف عليه إن رأى. كذلك كان الفتى يظن. صار يترصد حركات عائلة عبد الرحيم، يريد أن يصل إليه مهما كلفه ذلك. ذات صباح
رأى أحد أشقائه في محطة التاكسيات ركب سيارة أجرة إلى بركان. دون تردد لحق به عبد الهادي وركب معه. كان الرجل في المقعد الأمامي إلى جانب السائق. كان معه راكب آخر بينما جلس عبد الهادي في المقعد الخلفي. لم يسبق له أن زار بركان من قبل، سيظل يذكرها بتمثال البرتقالة الموجود في إحدى ساحاتها الكبرى. المحطة لا تبعد كثيرا عن تلك الساحة. لما نزل شقيق عبد الرحيم من التاكسي مضى عبر بضعة شوارع متجها إلى سوق. كان عبد الهادي يتبعه، كان يحرص على أن تظل بينهما مسافة كافية حتى لا يكتشفه. اشترى بعض الفواكه وغادر السوق. غير بعيد توقف عند باب منزل، قرع الجرس، فتح الباب ودخل الرجل. ظن عبد الهادي أن قاتل أبيه يسكن ذاك المنزل. قرر العودة إلى القرية وأن يخطط جيدا للانتقام من عبد الرحيم. عاد إلى بركان بعد يومين، كان يحمل معه في حقيبة سكينا كبيرة. مر من ساحة البرتقالة، لم يخطئ المسار، تجاوز السوق ثم دخل زنقة على اليمين. لما ظهر له باب المنزل الذي يفترض أن يكون منزل عبد الرحيم توقف عند شجرة. كان قد قرر أن ينقض على الرجل ما أن يراه وأن يطعنه بسكينه مرة وثانية إلى أن يتيقن من موته ثم يهرب. مرت ساعة، لم يفتح الباب ولا أطل أحد من النافذة. ما الذي سيفعله الآن؟ ينتظر؟ بدا وجوده في المكان يلفت الانتباه. هل يطرق باب قاتل أبيه؟ أم يغادر المكان ويعود حين يقترب الظهر؟ فقد يخرج للصلاة إن كان يصلي، لحظتها سيباغته. يحاول عبد الهادي استحضار ملامح الرجل. صورته مع والده تعود إلى أكثر من 20 عاما. أحس أنه جائع. كانت الساعة تقترب من منتصف النهار. هناك غير بعيد عدة مطاعم، لما لا يذهب إلى أحدها ويتناول بعض الطعام؟ تحرك من مكانه، قصد مطعما قريبا، تناول بعض اللحم المشوي ومشروبا غازيا. لم يستغرق الأمر أكثر من ساعة، ثم عاد ليرابط أمام منزل عبد الرحيم. رفع آذان الظهر في مسجد قريب، ولكن لا أحد خرج من ذلك البيت الذي ظلت نوافذه مغمضة. الوقت يمر وهو يريد أن ينجز ما جاء من أجله ويعود إلى قريته بأسرع ما يمكن. كان يسأل نفسه، هل يطرق الباب؟ هل يقتحم البيت؟ هل يتسلل إليه؟ كيف؟ كان الشارع شبه فارغ لما تقدم نحو الباب. قرع الجرس مرة ثم ثانية وثالثة، لا أحد يرد. طرق الباب، لا أحد يرد. دفعه فانفتح. فاجأه ذلك، تمالك نفسه وأطل برأسه. هناك ممر طويل، وفي نهايته على اليسار ينطلق السلم المؤدي إلى الطابق الوحيد في تلك البناية. تقدم في الممر، كان يسمع دقات قلبه، يحاول أن يرهف السمع علّه يرصد صوتا. لا شيء، صمت رهيب في ذلك المنزل البارد. كان يحس برطوبة غريبة في الهواء. بدأ يصعد السلم، أنفاسه تتدافع. يحس الآن أن ساقيه لا يقويان على حمله. يمسك بقوة حقيبته التي فيها مديته. ينتهي السلم عند باب خشبي لم يقفل بالكامل. اقترب من الباب، لا صوت يأتي من الداخل. ثم فجأة شيء يمر مسرعا نازلا من السلم المفضي إلى السطح. اهتز، التصق بالجدار. دقات قلبه تتسارع، يسمعها. كان قطا. هزم أمره، جاءت لحظة الحقيقة. دفع الباب واندفع مسرعا إلى الداخل. لم يظهر له أحد. في عمق الشقة باب غرفة مفتوح. تقدم نحوه وقد أيقن الآن أنه إما قاتل أو مقتول أو معتقل. كان على الفراش رجل ممدد، صدره ملطخ بالدم. اقترب منه وناداه، عبد الرحيم، عبد الرحيم.
لم يكن يرد ولم يتحرك، كان فاغرا فاه وعيناه شاخصتان، هو ميت. قبل أن يغادر المنزل اكتشف في غرفة مجاورة جثة امرأة وجثة طفل قدر أنه دون العاشرة بقليل. خرج عبد الهادي مسرعا، قصد المحطة وقفل عائدا إلى قريته. في الطريق كان صدى كلام جده يملأ أذنيه: لم يمت أبوك إلا لأن أجله كان قد حل، إذا كان قتل فإن الله سيحاسب من قتله وسيذيقه العذاب الذي يستحق. يتوزعه الآن الفزع والخوف من هول ما اكتشفه في منزل القاتل المفترض لوالده، وفرحة بأن العدل الإلهي قد تحقق. بعد شهر أو نحو من ذلك جاءت إلى القرية دورية للدرك الملكي تبحث عن ميمون الابن الأصغر من بين أبناء التاجر عنانو. لاحقا علم أهل القرية أنه قتل شقيقه عبد الرحيم، ذاك الذي هرب من القرية قبل 18 عاما. استرجع عبد الهادي شريط الأحداث فأيقن أن ميمون نفذ جريمته يوم تبعه إلى بركان. كانت بين الشقيقين حسابات تجارة تهريب، وقد صفاها ميمون بطريقته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة